في حديث بريدة الطويل عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام. ولو اعترض معترض فقال: جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، يعني وهم غافلون، فكيف يوفق بين هذا الحديث وبين ما جاء عند مسلم؟ فالتوفيق بينهما أن دعوة الكفار قبل قتالهم يختلف حكمها، فإذا كان هؤلاء الكفار لم يبلغهم دين الإسلام فيجب قبل قتالهم أن ندعوهم إلى الإسلام، وأما إذا كانت الدعوة قد بلغتهم وعلموا بوجود الإسلام فإنه من المستحب، ليس من الواجب، فإنه من المستحب أن يدعوا. ولماذا غار عليه الصلاة والسلام على بني المصطلق مع أنه هو المستحب؟ أغار عليهم حتى يبين عليه الصلاة والسلام جواز ذلك، فإنه ونظائر هذا كثيرة، فإنه نهى عن شرب قائمة وفعل عليه الصلاة والسلام هذا. ومما يدل على الاستحباب أن اليهود قد بلغتهم دعوة الإسلام، وحديث سهل بن سعد في يهود خيبر، ولا شك أن الإسلام قد بلغهم، ومع ذلك أمره عليه الصلاة والسلام أن يدعوهم إلى الإسلام.